اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم صحافه الصحه، دايما ملف الصحه ملف جديد ومليء بالاخبار. اسمحوا لي في بدايه الحلقه ارحب بضيفنا وضيفكم الكاتب الصحفي والمتخصص في ملف الصحه الاستاذ حاتم حسني. اهلا بك يا استاذ حاتم. اهلا بك ممدوح، اهلا بالساده المشاهدين. اهلا وسهلا. هنروح بسرعه للساده المشاهدين وهنقول لكم العناوين الرئيسيه لموضوعاتنا النهارده لانها موضوعات مهمه جدا وساخنه وكلها اهم من بعضها. اول موضوع معانا، الصحه تدشن اكبر حمله دعائيه للتبرع بالدم في العالم. الصحة تدشن أكبر حملة دعائية للتبرع بالدم في العالم. الموضوع الثاني، بسبب الطقس السيء الصحة تنصح بارتداء الكمامات وتعلن وفاة 3 مواطنين. الخبر الثالث، الصحة 611 مركزا يوزعون ألبان الأطفال والمخزون يكفي لستة أشهر. الخبر قبل الأخير، رئيس وحدة الأورام في المعهد القومي للكبد دكتور عز العرب، تعميم العلاج الثنائي الفيروسي خطأ فادح. الخبر معنا، 74 نقابة وحزبا سياسيا يرفضون مشروع قانون التأمين الصحي الجديد. نروح للخبر الأولاني ونبدأ فيه مع الأستاذ حاتم الأستاذ حاتم حسني. الصحة تدشن أكبر حملة دعائية للتبرع بالدم. يعني إن شاء الله الوزارة تبتدي في تدشين حملة للتبرع بالدم تدخل بها موسوعة جينز للأرقام القياسية، بأن هي هتضرب الرقم المسجل مسبقا في الهند اللي هو اكتر من 110 الف متبرع يعني. تمام. تمام. طيب برضو هنقول للساده المشاهدين بشكل تفصيلي، هي اطلق المركز القومي لخدمات نقل الدم التابع لوزاره الصحه والسكان الثلاثاء 19 يناير الحمله الدعائيه الخاصه تنظيم اكبر حمله تبرع بالدم المقرر تنظيمها فبراير المقبل. وقالت مديره المركز القومي لخدمات نقل الدم الدكتوره عفاف احمد ان هذه الحمله تاتي ضمن خطة زيادة الوعي المجتمعي بثقافة التبرع بالدم عن طريق تحضير العمل أكبر حملة لتجميع أكياس الدم وتسجيله في موسوعة جينز للأرقام القياسية، وتم تحديد 110 آلاف متبرع لكسر الرقم السابق تسجيله في الهند زي ما قال الأستاذ حاتم. اتفضل أستاذ حاتم. طبعا التبرع بالدم دي حاجة مهمة، وإحنا المفروض إن إحنا مجتمع تكافلي القادر مش بس من القادر صحيا لازم يساعد غير القادرين. طبعا قوي ممكن تموت علشان خاطر كيس دم. تمام. او خاطر الدم. فدي ثقافه عامه منتشره فينا في المجتمع بقدر كبير، واحنا ما شاء الله الحمد لله يعني كتير وطاقات لازم تفيد المجتمع وحاجه والمرضى يعني. هل برضه احنا دلوقتي كنا في فتره ما بنعاني اكيد الدم او المتبرعين بنفقدها في خاصيه التخزين او ان احنا مثلا في مكان امن، هل هم حساب حاجه زي دلوقتي برضه؟ اعتقد ان في تقنيات عانينا فتره ما عانينا من الموضوع ده قبل كده. احنا يمكن كان الخطر الاكبر هو انه كان الدم غير الامن، يعني كانت ان الدم ما يبقاش امن. دلوقتي مفيش الكلام ده، دلوقتي على طول على تخزين الدم والمتبرعين وفصائل الدم، ولازم الدم دلوقتي بقى فيه ضمان الى حد كبير جدا امنه يعني وخلوه من اي امراض فيروسيه او اي مرض. تمام. اتوقع ان الحمله فعلا ان شاء الله تكون موسوعه جينيس، خصوصا شارك في الحمله بتاعها الفنان شارك في اطلاق اشاره الحمله على شكل بالونات تحمل اليوم وتاريخه ثم تبرع حث الشباب على التبرع بالدم. شايف ان فعلا احنا لازم نبقى متفائلين، لما بيحب يعمل حاجه ان شاء الله بيقدر يعملها، وبالتاكيد احنا رقم عالمي في المجال ده يعني اكيد ان شاء الله هنحقق رقم اكيد يعني ان شاء الله. نروح للخبر الثاني، حاجات مهمه جدا بسبب الطقس السيء الصحه تنصح بارتداء الكمامات وفاه 3 مواطنين. هو اعلن المتحدث الرسمي لوزاره الصحه والسكان دكتور خالد ميجان وفاة 3 مواطنين وإصابة 54 بسبب عدم طبعا التوخي الحذر من الطرق، وعدد يعني عدد كبير جدا من الـ من الـ من الـ في محافظات كتيرة عندنا هنا في الخبر بس بعد ما نشوف الأستاذ حسني، لأن طبعا الطقس السيء مش بيبقى على المرضى أو بعض الحالات المرضية الجيوب الأنفية حساسية الصدر، وأن طبعا بتمنى حوادث احيانا برضو العواصف بتبقى اشد زي الرمال على الاسفلت بتبقى اشد
من الميه في السرعات المتجاوزه يعني. جدا عايزين نتكلم فيها مع الاستاذ حاتم حسني. هو الحقيقه وزاره الصحه في الـ في الـ دول وكان في اتربه و او ضعف الرؤيه يعني بتقوم بدورها زي ما الارصاد بتقوم بدورها وبتتوقع حاله الطقس، فالوزاره برضو بتقوم بدورها ووعي الناس باللي المفروض يعني خاصه سائقي اللي يمشي على الطريق السريع. طبعا هي نصيحتهم ان هم يهدوا السرعات وبقدر حين يعني يبقى في رؤيه واضحه على اساس يبقى السرعه مناسبه يعني. الوزاره نصحت طبعا باتخاذ اجراءات وقائيه وخاصه للمرضى الاصحاب المزمنه الامراض الصدريه طبعا وفئه السيدات الحوامل ودول طبعا ممكن يبقى عرضه للتضرر بسبب الطقس ده يعني. فالوزاره نصحت بارتداء الكمامات في اذا امكن يعني الجو المطرب ده يعني. تمام. وهنا برضو عندنا في الخبر الحدث الرسمي اوضح له الثلاثاء 19 ان طريق مصر اسكندريه الصحراوي وقع به حديث تصادم بين سياره ميكروباص واتوبيس اسفلت 30 واصابه 30 باصابات مختلفه، حيث تم نقل المستشفى وادي النور المركزي، واشار الى خروج 12 مصاب بعد حالتهم. في حادث انقلاب ميكروباص في محافظه الجيزه على طريق مصر اسيوط الغربي مدخل عياط اتجاه القاهره في اصابه 15 شخص. واخد حضرتك يعني هنا الحادثتين او معظم الحوادث دايما يقول لك فيها ميكروباص، هل عشان السريع دايما بيبقى عليه يعني من ضمن جهات الاطلاب بتأولها الميكروباصات بسرعه متجاوزه؟ هو احنا عندنا مشكله بالتاكيد يعني. احنا المشكله الميكروباص التملي بيبقى عامل مشترك اي مشاكل سواء في مشاريع في مشاريع في وسط البلد او على الطرق السريعه، وده طبعا بالسرعه الغير لازم طبعا ان احنا نلتزم وسواء الالتزام بالقواعد المروريه ويعني هو يبقى رقيب نفسه لان هو معاه ارواح اقل حاجه 15 ولا 20 في المركبه اللي هو بيسوقها، فهو مسؤوليه الناس دي لازم الناس دي لازم تبقى ملتزمه التزاما لان هو كود حاجه مهمه وهم كبيره كمان مش قليل. الحوادث الوارده ما بتتحملش النتيجه ولكن الضرورات تبيح المحظورات، لعل وعسى معلومه او خبر يفيد نصيحه. في خبر تاني برضو مؤسف يعني كم اصفر حادث تصادم سياره ميكروباص مع سياره نقل في محافظه المنيا بالطريق الزراعي امام كوبري بني مزار عن اصابه مواطنين مختلفه. مستني العام وقال المتحدث باسم الصحه والسكان ان حادث انقلاب السياره بطريق السلوم ده حادث اخر برضو، حادث انقلاب سياره نقل بطريق مصر السلوم الدولي امام منطقه المدينه ادى الى اصابه حالتين بجروح مختلفه وتم نقلهم لمرسى مطروح. احنا دلوقتي عندنا المنيا، عندنا الجيزه، عندنا اسكندريه، عندنا مطروح، وده كله يمكن يومين بس يوم الجو بالظبط كده. احنا يا رب الموجه الحمد لله النهارده قلت خالص او تقريبا خلصت، ويا رب تكون اخر حوادث نسمعها ويبقى من جانبه برضو نصح مدير الاداره العامه للامراض الطبيه بوزاره الصحه الدكتور وجدي امين جميع المواطنين توخي في التعامل مع الاجواء الترابيه خاصه الفئات الاكثر للاصابه بالامراض وحدوث المضاعفات بسبب التراب، وهم مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه، الاطفال اقل من 5 سنوات، السيدات الحامل وعليهم اخذ تطعيم الانفلونزا حيث انها تنتشر في هذه الاوقات زي ما تعليقك. ده ثقافه التطعيم الانفلونزا مش منتشر قوي في المجتمع المصري. تمام. كمان في شائعات او يعني اقاويل كده غير صحيحه انه في وقت معين من السنه، وكان مدير عام تطعيمات في القبضه للمصل واللقاح كان قال لي انه طبعا المقوله دي غلط. التطعيم متاح طول السنه ويمكن طول السنه متاح طول معينه، بس هو المتلقي بيستفيد بيه عدد شهور اقل ما
خده في وقت مش مناسب فبتبقى استفادته بيه اقل. جايز ان هو يتاخد في اي وقت وكبيره جدا تتجاوز 80% من امراض الانفلونزا كلها يعني. تمام. كما برضو نصح الدكتور مجاهد ناشد سائقي المركبات توخي الحذر، حيث انهم يعني دايما يعني معروف ان السواقين او معظم سائقي المركبات بيقودوا السيارات بسرعه جنونيه، فنصحهم بتوخي الحذر حيث ان هذه الاجواء تؤثر بشكل مباشر على الرؤيه مما تؤدي بحدوث تصادمات وحوادث. ده من ضمن الحاجات اللي انت قلتها برضو في الاول خالص، ودي حاجه مهمه يعني شيرلي. تمام. احنا برضو بنوصي تاني الناس بتوع الميكروباص على ارواح المصريين، ويا رب يا رب يلتزموا ويبقى السرعه تبقى السرعه مناسبه، لان مفيش حد بياخد اكتر من رزقه يعني. هنختمها بان مفيش حد بياخد اكتر من رزقه. في الخبر الاخير او الخبر اللي بعده، الصحه 611 مركزا يوزعون البان الاطفال والمخزون يكفي لسته اشهر. دي من ضمن الحاجات المهمه اللي يعني كتير جدا كان بيجي لنا رسائل اس ام اس وتواصل من خلال اولياء الامور، او خصوصا السيدات اللي عندهم اطفال رضع بيبقوا خايفين جدا، خصوصا ان كان في اشاعه طالعه ان المخزون ما يكفيش لاطفال اللي هم بيتولوا مشكلة ألبان الأطفال. يعني ناس كتير قوي اتكلمت فيها، ويمكن المواطن إلى حد كبير قوي بيعاني في الحصول على لبن الأطفال، فحتى كتير من الزملاء كتبوا على إن في أزمة في الألبان. الوزارة أكدت قبل كده وعادت تاني تأكيدها على إن ألبان الأطفال متوفرة، وفكرة إن هي مش موجودة والمخزون الاستراتيجي غير كافي مش صحيحة. انما انا بطالب الوزاره يعني باتخاذ اجراء او اليه لصرف الالبان لاولياء الامور، الالبان المدعمه بشكل يكون اكثر يسرا وسهوله، علشان خاطر الناس ما تتخيلش او تتصور انه الالبان مش موجوده ويتسبب ليهم التخوف ده، خاصه ان الالبان الغير مدعمه اسعارها غاليه جدا وما يقدرش عليها شريحه كبيره قوي من المجتمع المصري طبعا يعني. طب هو ليه دايما في تخوف دايما من الامهات على الالبان المدعمه ان دايما يبقى في نقص؟ ليه في متخوف يعني دايما متخوف؟ هو اليه صرف الالبان اكيد فيها مشكله، ما بتبقاش ما فيهاش اليسر الكافي يعني. يعني اكيد الوزاره تقدر انها توفرها بطريقه فيها يسر عن كده يعني. طبعا اي ام او لازم تخاف، لانه الام اللي بترضع اولادها بلبن صناعي اكيد عندها مشكله ما يعني، فهي ده اكل اولادها، فلازم تبقى ضامنه انه يبقى موجود يعني. زي ما احنا في بيتنا كده ما نقدرش نسيب البيت من غير اكل، فطبعا الطفل ما عندوش حاجه ثانيه غير لبن الطفل، فده بيبقى هاجس كبير قوي عند الامهات. فيعني انا بطالب برضو باليه اكثر يسرا لتوفير اللبن للاطفال يعني. الوزاره جددت برضو ان الالبان المدعمه متوفره، فهل التقارير دي تبقى تقارير روتينيه ولا فعلا حقيقيه؟ لا هي طبعا هم بيتوفر عندهم داتا عن كميه الاطفال واعداد الاطفال واعداد الاطفال اللي بيحتاجوا اللبن الصناعي. فهي التقارير طبعا ملتزمه يعني، تقارير جيده ومفيده جدا. واحنا انا كمان بطالب اولياء الامور بالمتابعه على طول وافاده المراكز دي بكل البيانات يعني عن اولادهم والمتابعه معاهم بشكل مستمر يعني. تمام. اوضحت برضو الوزاره ان التغذيه السليمه للطفل الرضيع خلال السنه الاولى من عمره، اللي هي دايما بيشتكوا فيها الامهات من نقص الالبان المدعمه للسنه الاولى من عمره، وفي حاله وجود اي من الاسباب الطبيه المحدده للحالات المستحقه للرضاعه الطبيعيه باستخدام الالبان الصناعيه طبقا للضوابط والمعايير المعمول بها، يتم الصرف من اقرب مركز صحه لامر لولي امر الطفل. طيب دلوقتي انا برضو يعني في اولياء امور ممكن او امهات في بعض الاماكن ما بيقدروش ان هم يعني يحصلوا على اللبن المدعم، على اللبن المدعم، هل هنا في آلية معينة مثلا جديدة زي ما انت قلت في الآليات الجديدة اللي بتتحط في الوزارة يعني تنتشر في جميع القرى والمدن والأماكن الصغيرة؟ هو زي ما هم قالوا هنا في يعني في 611 ده رقم مش صغير يعني. هو رقم كبير ويمكن يكون محتاج يزيد أكتر. احنا عندنا طبعا عدد وحدات صحية يتجاوز 5000. تمام. هنروح برضو الخبر اللي بعده من الاخبار المهمه جدا. اكد رئيس وحده الاورام في المعهد القومي للكبد دكتور محمد عز العرب ان هناك 185 مليون مواطن مصابون بفيروس سي في العالم، ويتوفى منهم ما يقرب من 250 يعني ربع مليون الف مريض سنويا.
تعليقك. خبر طبعا من الاخبار المهمه جدا للساده المشاهدين. الملف اللي الكلام فيه مش بيخلص، عايز حلقات لوحده مش حلقه واحده. الكلام فيه مش بيخلص، وده بينقلنا للهجوم الشرس اللي داير بين نقابه الصيادله وبين اللجنه القوميه للفيروسات الكبديه. وكان الدكتور محمد عز العرب قال الكلام ده في مؤتمر نظمته وزاره نقابه الصيادله تمام يوم 16 اللي فات، لتوجيه اللوم الشديد يعني للجنه بناء على البروتوكول اللي هي اتبعته في علاج عدد كبير من الحالات باستخدام سوفالدي وريبافيرين لمده 6 شهور. وهم النقابه كانت بتقول ان في اكتر من 31% من المرضى تعرض لانتكاسه بسبب البروتوكول ده، وقالوا ان البروتوكول ما خدش حقه في الدراسه. تمام. انما الحقيقه برضو من على الجانب الثاني، يعني اللجنه بتقوم بدور، قامت بدور بطولي الحقيقه، ودور وطني جدا 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 وبدون مقابل. وده كلام كان قاله الدكتور هشام الخياط في تصريحات خاصه لبوابه اخبار اليوم. يعني قال ان اللجنه قامت بدور العالم كله اتكلم عنه، ووفرت سوفالدي جدا باسعار موجوده في العالم في الوقت ده، يعني يمكن تصل 1% سعر الدواء عالميا. عالميا. ودي كانت حاجه كبيره يعني. طبعا. مفيش شك انه خطر جدا. بس هم كان في ظروف علاج، الظروف اللي بداوا بيها ممكن تكون اوقعتهم في خطا زي ده. وهي انه لما بدانا نعالج سوفالدي وريبافيرين كان الاعداد كبيره جدا. البرنامج طبعا بيجري بسرعه جدا. وجاله تختم اخر حاجه تقولها بخصوص اخر تقرير النتيجه في ملف، ان احنا هنكمله كتيره في عجاله نختم دلوقتي. احنا بترسيب سوفال وداكلانزا ده كويس جدا والعالم بيتكلم عنه، بس السلبيه الوحيده بس اللي تشوبه يعني انه تجربته مع الفيروس اللي على 160 تقريبا، النوع الرابع من ما جربش على فيروس سي الرابع اللي منتشر في مصر. جرب على النوع الاول اللي في الغرب، وهو اقرب انواع الفيروسات لحد دلوقتي. هو كويس ونتائج كويسه، بس هو طبعا ما بينفعش مع مرضى سي المصابين. اعزائي المشاهدين، يعني ملف فيروس سي انا عارف بيهز كتير جدا كبيره من المجتمع يهمها الامر. اسمحوا لي في الحلقه ضيفنا حسني الكاتب الصحفي والمتخصص في ملف النهارده. ربنا. اعزائي المشاهدين، حتى نلقاكم في الحلقه القادمه، لكم مني ارق تحياتي ممدوح سالم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.